الترجي التونسي نادي كبير، نادي ليه قاعده جماهيريه كبيره، نادي اغلب الشعب المصري بيحب الترجي التونسي. الترجي لعب مباراه كويسه، وفي نهايه المباراه كانت عنده اكتر من فرصه ان هو يحرز اهداف، لكن لم يوفق في الفرص دي. لكن انا شايف انه الترجي بيلعب بره ارضه كويس، ونتيجه التعادل 0-0 معناتها ان انا عندي نسبة 50% و50%، فالترجي يقدر مع الأهلي بإذن الله، لأنه الناديان العربيان الوحيدان اللي هم موجودين دلوقتي. نتمنى يكون النهائي عربي عربي بإذن الله. النتيجة كانت مخيبة للجماهير التونسية والجماهير العربية، الجميع توقع أن الترجي هيحسم المباراة هيحسم موقعها من مباراة الذهاب، لكن النتيجة ما كانتش على قدر التوقعات. لكن ما نقولش أن المباراة انتهت، أو ما نقولش أن الترجي فقد حظوظه، لسه ما زالت حظوظه قائمة، لأن هو من الفرق الكبيرة اللي بتقدر تروض المنافس وبتقدر تلعب المواجهات خارج ملعبها. اعتقد ان الترجي هيلعب مباراه الاياب بحماس كبير جدا وبقتاليه كبيره جدا عشان يحافظ على حظوظه للتاهل لنص النهائي. نتيجة 0-0 مش نتيجة سيئة، انا شايف انك تلعب على ارضك اكيد محتاج تكسب، لكن 0-0 انت ما دخلتش فيه جون، ما جبتش جون، فاعتقد ان الترجي متمرس في بطولة افريقية، فريق كبير في افريقيا من الاندية الكبيرة جدا والعظيمة في افريقيا، اعتقد ان الترجي عنده فرصة انه يعمل نتيجة كويسة مع اسك، يحاول طبعا يتأهل من ملعب طبعا ميموزا، لكن انا شايف ان المباراة برضه تبقى صعبة، لان اسك فريق قوي السنة دي، وفريق اثبت ان هو فريق جاي ينافس على اللقب، فاعتقد مباراة صعبة على الترجي، لكن الترجي بتاريخه قادر ان هو برضه يتخطى. الترجي يتمتع بخبرات كبيره جدا، مر بهذه المواقف في بطولات عديده، اعتقد ان الترجي بشيء من التركيز، بشيء من الجديه عند اللاعبين، يقدر على العوده باذن الله من اسك بنقاط الفوز او ببطاقه التاهل باذن الله تعالى.